قافلة غذائية أولى سيرتها السلطة المحلية بمديرية الخوخة وبدعم منها للأهالي المتضررين من الحرب في القرى الريفية المحررة حديثا من الميليشيا في مناطق السعيدية وحائط الكنزل ودار الكبيش والتي تقع جنوبية محافظة الحديدة. وصلنا لهذه القرية المتاخمة لمديرية مقبنة وندشن القافلة الإغاثية التي تسيرها السلطة المحلية برعاية الدكتور الحسن علي طاهر محافظ محافظة الحديدة. وهذه القافلة الإغاثية الأولى تستهدف النازحين، وندعو كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في مديرية الخوخة أن تقدم المساعدة لهؤلاء النازحين في تلك المناطق المحررة من مديرية الخوخة مؤخرا. نحن من أبناء منطقة العزل الشرقية لمديرية الخوخة، نشكر السلطة المحلية إلى نزولها إلى هذه المنطقة لأول مرة بعد التحرير. المواد الغذائية وزعت على المتضررين الذين نزحوا وتركوا منازلهم في مناطق غربي تعز نتيجة الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية ويدفع ثمنها مثل هؤلاء البسطاء. نحن نشكر السلطة المحلية الذي اليوم نزلت ونظرت لهذه اللفتة، الذين كان هذه المناطق محرومة منذ أن كانت ميليشيا الحوثي هنا، واليوم هذه السلطة جاءت لأجل مسح هذه الدموع الذي كانوا يعانوا ويلات الحروب وكانوا يعانوا من مطش الميليشيات الكهنوتية، ونشكرهم جزيل الشكر. كذلك نريد منهم استمرار الدعم في كل المجالات، هناك مشاريع مياه متأثرة، وهناك كذلك مدارس متأثرة، وهناك الصحة والتغذية كله، ولكن إن شاء الله بإذن الله بجهود الرجال وتواجدهم بجانبنا كل شيء إن شاء الله تستمر الحياة وتعود الحياة لطبيعتها. القافلة رافقتها أيضا عربتان تقلان أدوية ومستلزمات طبية قدمها مكتب الصحة في الحديدة دعما للوحدات الصحية التي تقدم خدماتها للأهالي والنازحين في هذه المناطق النائية والذين يعيشون ظروفا صعبة ويفتقرون لأبسط الاحتياجات الضرورية. طبعا ديارة منهم لازم نجيب لهم شيء من اللي موجود عندنا، فجبنا لهم احنا علاجات إن شاء الله تكفيهم للفترة 6 شهور أو أقل على حسب الاحتياج حقهم، وسيظل التواصل بيننا وبين الأخ مدير الوحدة الصحية، لكن نحن بنسعى أن من خلال اللقاء اليوم ذا والإعلام هذا بنثير الجدل هذا، أن حوله لازم يكون في معانا منظمات ومنظمة تتدخل في المرافق الصحية، بعضهم يتدخلوا ولو بعربة متنقلة على الأقل تزور المنطقة يعني أسبوعياً، مش أسبوعياً بمعنى يومياً في مكان. يعيش الأهالي والنازحون في هذه المناطق أشد المعاناة ويصارعون أسوأ الظروف للبقاء على قيد الحياة دون أي التفات لهم من قبل المنظمات الإنسانية الدولية. وتأتي هذه القافلة المتواضعة التي قدمتها السلطة المحلية في إطار تشجيع عودة الحياة في المناطق والمديرية المحررة بمحافظة الحديدة.